وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أكد من بيروت على دعم التوافق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد هذا التأكيد سمعنا كلاما مخففا لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فحواه أن الثنائي الشيعي يدعم مرشحا لكنه لم يغلق الأبواب. يأتي ذلك في ظل حراك دبلوماسي مرتقب رئاسيا، وفي ظل مبادرة داخلية تختمر تحت رعاية بكركي. فما جديد الدوامة الرئاسية؟ هل بدأ الثنائي بالتراجع عن دعم سليمان فرنجي؟ وهل اقتربت المعارضة من إعلان اسما موحدا؟ مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت لسبوتشوت أن الثنائي اليوم متمسك أكثر من قبل بترشيح فرنجي، وهو ليس مستعجلا، وأن حزب الله وحركة أمل يعتبران أن فرنجي هو مرشح التسوية الإقليمية. ولفتت المصادر إلى أن كلام رعد أتى بقرار من الحزب بهدف تخفيف وطأة كلام الشيخ نعيم قاسم الذي وضع معادلة فرنجي أو الفراغ. أما كلام عبد اللهيان فهو كلام دبلوماسي طبيعي. في السياق يقود النائب غسان سكاف حراكا داخليا لتوحيد المعارضة على اسم رئاسي برعاية بكركي، وهو أكد لسبوتشوت وجود تجاوب من القوات والتيار الوطني الحر والكتائب، وأن الحراك سيشمل في الساعات المقبلة كتل تجدد والاعتدال والتشناق واللقاء الديمقراطي إضافة إلى المستقلين. ولفت سكاف إلى أنه في آخر الأسبوع الحالي ستتبلور النتيجة النهائية بنسبة 90% على أن يتم إطلاع بكركي عليها للاتفاق على صيغة إعلان الاسم النهائي المتفق عليه. وفي حال تعادل أكثر من اسم، حينها قد يستعان ببكركي أيضاً للمفاضلة أو ينسحب اسم لصالح آخر، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى جلسة مكتملة النصاب يتبارز فيها مرشحان من فريقين. فيما يخص آراء الكتل، تنفي مصادر الكتائب لسبوتشوت الوصول إلى اتفاق مع القوات والتيار على اسم موحد حتى الآن، إلا أن الحزب لديه 4 أسماء قد تكون مقبولة من الآخرين. أما مصادر التيار فكشفت لسبوتشوت عن وجود أكثر من اسم مشترك وعن تجاوب جزئي كتائبي، لافتة إلى أن التجاوب القوتي يتراجع بعد كل تقدم. وأشارت المصادر العونية إلى إمكانية ظهور أسماء جديدة قد تبرز إلى جانب اسمي جهاد أزعور وزياد بارود اللذين يعتبران الأكثر تداولا، منها ناجي البستاني. في ظل هذا الزخم الداخلي والدولي، تنقل مصادر خاصة أجواء خارجية تشي بقرب إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتلفت إلى أن حركة عربية ستنشط في بيروت في الأيام المقبلة ستحمل معها جديداً رئاسياً، في وقت ترى أوساط داخلية أن الاتفاق ما زال يحتاج لمزيد من الوقت. فهل سنكون قريباً أمام جلسة انتخاب غير معروفة النتائج؟ أم أن الديمقراطية بانتخاب الرئيس ما زالت حلماً بعيداً عن لبنان؟ لنناقش هذا الأمر في التعليقات.